حسبي الله على ابليسك يا خماس. شو سويت انا؟ لا انا. انت بعد منو؟ استهبل الخماس. انا ما يخصني يا اخي. قالوا لي انسى الدنيا انسى الهم، قالوا لي انسى الواقع عيش حياتك لا تهتم. قالوا لي جرب ويا ما انا قبل تجربت كم بتيل السنت تحاتي، قل لي كم وكم. قمت هلوس واشوف شخص يطلع لي في كل مكان يسألني عن الطقس وعن ايام زمان. جربت وجربت انا من باب اللعب، ما توقعت بلقى مضرة وكل هالعتب. احس بندم احس بتعب، مو بقادر افكر احس مخي ضرب. يبا خلك شنب، كل هذا حماس فضحتنا بين الناس، حطيتنا في الخياس، وهكتنا مشكلتنا ورطنا ومبحاس. أصلاً كيف فكرت أنت في الموضوع من الأساس؟ خربنا عزبة الريال وسرقنا بعيرة، بالله عليك يا أخي ما حصلت أي شي غيره، حتى الشاص مالي هي والله كسرنا قيرة. يا أخي ممكن تفهم إن هالأشياء وايد خطيرة خطيرة خطيرة. شو ياك انت؟ قالوا بستي جامد وحش، قالوا بنسى الواقع. اللي قال لك انسى الواقع ما يتمنى لك الخير، واللي قال لك انسى الهم شو يتوقع كان يصير؟ هل بتتحول فامباير وبتشرب انت دم، ولا بيطلع لك ريش وبتستوي نفس الطير؟ هاي واجه الواقع وانسى انت الكيف، ترى الحياة حلوة والضيقة سحابة صيف. دور لك هواية حتى لو في الطبخ، علو عسى تكبر تستوي اكبر شيخ. خليك شنب.